كما تشاهدون لليوم الثامن على التوالي يواصل الجيش التركي مناوراته على الحدود التركية العراقية وبالتحديد قبالة إقليم كردستان العراق. كما تشاهدون تشارك في هذه المناورات عدد من الدبابات وناقلات الجند، وكذلك أيضا كما شاهدتم قبل قليل هنالك مروحيات أيضا تشارك في هذه المناورات وهذه التدريبات. طبعا هذه التدريبات تأتي في وقت تزداد فيه التهديدات التركية يعني القيام بعملية عسكرية في شمال العراق إن أصر الإقليم على إجراء الاستفتاء هناك، استفتاء الانفصال. طبعا في الوقت الذي تستمر فيه هذه المناورات عقدت يعني في الساعات الماضية جلسة استثنائية للبرلمان التركي، وتم خلال هذه الجلسة تمديد المذكرة الممنوحة للجيش وتخوله بالتدخل عسكريا في سوريا والعراق إن تطلب الأمر. كل ذلك في وقت يعني تواصل فيه المؤسسة السياسية وكذلك الأمنية والعسكرية والتشريعية في البلاد مشاوراتها لاتخاذ الخيارات التي يمكن أن تتعامل أو تطبقها تركيا مع إقليم كردستان العراق في حال أصر على إجراء الاستفتاء، استفتاء الانفصال الذي تعارضه تركيا. من الحدود التركية العراقية، مهران عيسى، سكاي نيوز عربية.